السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنتكلم مع بعض عن موضوع مهم جدا يهمنا كلنا ويهمني أنا شخصيا، وهو موضوع البحث المدرسي المطلوب مننا كلنا. والبحث ده طبعا مطلوب من كل مراحل النقل، من أول الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي. والنهاردة هنتعلم ازاي نعمل بحث باستخدام الموبايل، وايه هو المطلوب مننا واحنا بنعمل البحث، وشروط البحث الخاصة بكل مرحلة دراسية. النهاردة هنعرف الخلاصة بتاعت الموضوع كله، وطبعا ده طبقا للتعليمات الخاصة بوزارة التربية والتعليم. احنا مش هنعمل بحث معين، احنا هنعرف ازاي مع بعض نعمل البحث باستخدام الموبايل. فأول حاجة هنستخدمها طبعا هنستخدم الموبايل أو التابلت واحنا بنعمل البحث ده. فهنستخدم الموبايل، هنروح للجوجل ستور، ولو كان معانا ايفون هنروح للاب ستور. هنفتح الستور زي ما احنا شايفين قدامنا، وهنكتب في البحث هنا كلمة وورد، وورد أو وورد اوفيس عادي، هيجيب لنا البرامج المختلفة. هنختار أول نتيجة وهي مايكروسوفت وورد، هندوس عليها بحيث ان احنا نقدر نعمل لها تحميل او تثبيت على الموبايل او التابلت بتاعنا. وطبعا كلنا عارفين ان وزارة التربية والتعليم صرحت ان هم هيتيحوا برنامج الوورد ده وبرامج الاوفيس المختلفة للطلبة علشان يقدروا يعملوا الابحاث باستخدامها. فممكن تحمله من هنا او تحمله من على موقع ادمودو او من على منصة تانية خاصة بوزارة التربية والتعليم. المهم ان احنا نستخدم البرنامج ده في ان احنا نكتب البحث اللي احنا هنعمله وهنقدمه ان شاء الله. وبكده نكون حملنا برنامج الوورد، فمش هنعمل ساين ان دلوقتي، احنا هنختار البلانك دوكيمنت، بلانك دوكيمنت او المستند الفارغ. فهنا بيقول لنا احنا بندي لك مكان تكتب فيه الحاجات اللي انت عايزها، فبندوس جاتت او يعني فهمت انت بتقول ايه. وهنا دي صفحة فاضية هنبتدي نكتب فيها البيانات بتاعت البحث بتاعنا. فطبعا هنختار اول حاجة في الوسط بتاع الصفحة العنوان. هنا مدينا فوق في الأعلى هنا الاختيارات المختلفة، انت حابب تخلي الخط في الكلام في النص ولا على اليمين ولا على الشمال، اللي هي الخطوط اللي جنب بعضها دي وفي علامة الترقيم دي، تخلي الكلام جاي من اليمين للشمال او من الشمال لليمين، وفي نفس الوقت هو في وسط الصفحة ولا ماشي في اتجاه من اليمين للشمال. وهنا طبعا بيقول لنا لون الخط، والاي اللي تحتيها خط اسود دي اللي هي حجم الخط، الخط كبير ولا صغير، والبي دي اللي هي بولد يعني خط تقيل ولا خط خفيف، الاي المكتوبة بالميل دي اللي هو انت لو عايز الخط يبقى مكتوب بميل ولا بيبقى مكتوب ستريت كده عشان مش مكتوب بميل، واليو اللي تحتيها خط دي اللي هي الاندرلاين. الاندرلاين طبعا بنستخدمها لما بنيجي نكتب اي كتابة بيبقى تحت منها خط زي العنوان مثلا او عناوين الاقسام المختلفة. فاول حاجة هنختار الـ underline دي، وهنختار اللغة العربية، وهنكتب هنا مثلا بسم الله الرحمن الرحيم. نقدر نخليها في وسط الصفحة زي ما قلنا، ندوس هنا تقدر تخليها في وسط الصفحة زي ما احنا شايفين الشكل ده، تروح دايس على اللي هي العلامة دي بقت في وسط الصفحة. عايز تكبرها هتروح معلم عليها كأنك بتعلم على اي حاجة، على اي كتابة مكتوبة على الفيسبوك او غيره. وهتختار حجم الخط هنا، هتروح دايس على حجم الخط. حجم الخط هنا زي ما احنا شايفين في المربع ده في 11، هنخليها مثلا 18، هنخليها مثلا 18. كل ما ندوس على حجم خط اكبر هنلاقيها كبرت، هنخليها مثلا 22 وهكذا. واضح جدا ان انت بتقدر تتحكم في الخط بشكل عادي جدا. عايز تكبر اكتر في عندك اختيارات لحد 72، تمام. هنا كتبنا العنوان، يبقى نكتب العنوان تحت منه العلامة بتاعت الاندرلاين دي، الخط اللي تحت الكتابة. تقدر تكبر الخط وتصغره من الاي اللي تحت منها خط اسود دي اللي هي بتخليك تتحكم في حجم الخط. وكمان في انواع للخط، انواع كتير مختلفة جنب حجم الخط، في انواع مختلفة تقدر تغير بينها. طبعا تقدر تغير كمان في لون الخط زي ما احنا شايفين هنا،
الفونت كولر او لون الخط. هنا مثلا تقدر تخلي الخط لونه احمر زي ما احنا شايفين، هنا تقدر تخلي لون الخط ازرق وهكذا، فتقدر تكتب العنوان باللون اللي انت عايزه. وكمان هنا في انواع الخطوط المختلفة، في انواع كتير جدا للخطوط تقدر تختار ما بينها زي ما انت عايز. احنا كده احنا كتبنا العنوان، نقدر ننزل تحت شوية وندوس هنا العلامة بتاعت انتر دي اللي موجودة في الكيبورد هنا او في لوحة المفاتيح بتاعت الكتابة، ندوس انتر كمان ونكتب هنا مثلا اولا، ندوس على علامة الترقيم هنا اللي هي فيها الارقام دي، هيجيب لنا علامات ترقيم مختلفة نقدر نختار النقطتين اللي فوق بعض دول، ونرجع تاني نجيب الحروف ونكتب مثلا موضوع السياحة مثلا، فاحنا كتبنا اسم الموضوع. عايزين بقى نغير الخط ده عن الخط الموجود فوق، نخليه بقى بشكل تاني، العنوان يبقى ليه لون وحجم، والعناوين الفرعية يبقى ليها لون وحجم تاني. هنطلع برضو نعلم عليها زي ما احنا شايفين قدامنا، ونطلع فوق على الـ A اللي تحت منها، خط اسود تخين دي اللي هي فيها حجم الخط ولون الخط، وندوس عليها ونختار مثلا حجم اقل شوية، نخليها مثلا 18، هتلاقيها صغرت، لا 18 دي صغيرة قوي، نخليها مثلا 22، كبرت شوية أكبر كمان، نخليها مثلا 36، بقت كده كبيرة واضحة شوية. عايزين نخليها في الجنب زي ما قلنا، نختار من الجزء ده اللي هو فيه المكان بتاع الكتابة، نخلي الكتابة مثلا ماشية من اليمين للشمال، فنختار هنا، بقت هتلاقيها جت على الجنب شوية، فبقت جاية على الجنب شوية، جاية من اليمين للشمال. هنسيبها وننزل تحت شوية، عايزين نكتب بقى كتابة عادية من غير ما يكون تحت منها خط، فبنكتب مثلا أهمية السياحة، وعايزين نكمل كتابة عادي، فعايزين نشيل الخط اللي تحت الكتابة دي، فهنروح معلمين عليها ونطلع فوق هنا جنب الـ A اللي احنا بنتحكم عن طريقها في حجم الخط ولونه، جنبها اليو اللي تحت منها خط دي اللي هي الاندرلاين، هندوس عليها تاني هنلاقيها شالت الخط من تحت الكتابة، نقدر نكمل الكتابة بشكل عادي وهي، ونقدر نكمل الكتابة بشكل عادي، الخط اتشال خالص اهو. في كمان يا جماعة نقدر نحط صور في الملف بتاعنا زي ما احنا شايفين قدامنا، ادي الملف بتاع الوورد عادي، هتطلع فوق في القوائم اللي فوق دي، في عندك هنا فايل وهوم وانسرت ودرو ولاي اوت وريفيو وفيو، سيبك من كل الكلام ده، انت هتختار انسرت اللي هي جنب هوم على طول، انسرت يعني ادراج، لو انت منزله باللغة العربية هتلاقي اسمها ادراج، وهندوس على بيكتشرز او صور، هتلاقي هنا جاب لك فوتوز ولا كاميرا، تحب تصور صورة بالكاميرا ولا تحط صور من الموبايل عندك، هندوس فوتوز طبعا، هنلاقي فتح لنا الاستوديو بتاعنا، فنختار صورة من الصور اللي عندنا، طبعا احنا هنبقى منزلين عندنا الصور بتاعت الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه، فنختار مثلا صورة من الصور ايا كان الصورة دي ايه، ونقدر نحركها طبعا من تحت لفوق زي ما احنا عايزين خالص بشكل عادي، من صفحة للتانية ونوسطنها، تقدر تدوس على الصورة وتحطها يمين وشمال وفي جنب براحتك خالص. طبعا انت لما تجرب البرنامج وهتتدرب عليه اكتر من مرة هتلاقي الموضوع اسهل بكتير. لو ما عجبتكش الصورة عايز تمسحها، تروح دايس على الصورة كده زي ما احنا شايفين قدامنا، تدوس عليها مرتين وتروح دايس ديليت، اتمسحت الصورة عادي جدا بشكل عادي جدا. عايز تعمل انسرت او ادراج، تروح دايس على انسرت تاني وهكذا. تقدر تحط جدول كمان او تيبل، تقدر تحط بيكتشرز او صور، تقدر تحط شيبس او اشكال هندسية زي ما انت عايز خالص، كل ده عن طريق insert او ادراج. طب لو انت عايز ترسم حاجة معينة بايدك تقدر تدوس على draw يعني ارسم، فعندك هنا اختيارات مختلفة للرسم، طبعا لو انت حابب ترسم حاجة بخط ايدك يعني. واخر حاجة الهوامش او اللاي اوت، الهوامش او اللاي اوت او المحاذاة باللغة العربية، لما ندوس على اللاي اوت دي او المحاذاة او
هوامش يعني، بيقول لك تحب تخلي الهوامش ضيقه في المارجنز دي، المارجنز دي بتقول لك الهوامش تحب تخليها ضيقه، تخلي الكلام واسع خالص واصل لحرف الصفحه، ولا تخليها متوسطنه يعني نورمال يعني عادي. نارو اللي هي ضيقه، اللي هي تخلي الكلام على حرف الصفحه يبدا من اول الصفحه لاخرها، ولا مودريت تحب تحدده بايدك، ولا وايد عريض يعني تخلي الكلام في وسط الصفحه كده وفي هوامش واسعه، ولا تحب تخلي نوع الهوامش عامل ازاي. المهم ان انت عندك اختيارات مختلفه للهوامش، جرب كل واحده منهم لحد ما توصل للشكل اللي انت عايزه. ده طبعا في لاي اوت او المحاذاه او الهوامش زي ما قلنا من شويه. نرجع تاني لهوم. هوم دي اكتر حاجه احنا بنستخدمها، اللي فيها الخطوط بتاعه الكتابه والوانها واحجامها والوسطانه بتاعتها كمان، تخليها من اليمين للشمال او في النص او من الشمال لليمين لو بتكتب حاجه انجليزي. فمثلا لو انا هكتب هنا مثلا ويلكم، هغير اللغه من تحت زي ما احنا عارفين كلنا، وهندوس هنا W E L C O M E، هنا اخترنا كتبنا ويلكم. لو عايز اخلي ويلكم دي تبدأ من الشمال لليمين، هروح معلم عليها ونروح دايسين على المحاذاة هنا ونخليها من الشمال لليمين، هتلاقيها راحت الناحية التانية زي ما احنا شايفين قدامنا اهي، بقت موجودة الناحية التانية. فتقدر تتحكم في اتجاه الخط زي ما قلنا من شوية، من اليمين للشمال او من الشمال لليمين. كل ده في البرنامج الجميل ده، وهو برنامج مجاني تقدر ما تعملش ساين ان عادي وتنزله. وطبعا زي ما احنا عرفنا كلنا وزارة التربية والتعليم هتتيح للطلبة كلهم البرامج دي مجانا على المنصات المختلفة بتاعتها، فتقدر تنزلهم من الستور او تنزلهم من المنصات بتاعت الوزارة، ليك مطلق الحرية. المهم ان انت تبقى عارف بتستخدمه ازاي. نروح للجزء اللي بعد كده، نشرح ازاي بنكتب البحث والمواصفات الخاصة بالبحوث بتاعت كل مرحلة من اول تالتة ابتدائي لتالتة اعدادي، علشان ناخد الخلاصة كلها، نبقى عارفين اسماء البحوث، عدد الكلمات المطلوبة مننا في كل بحث، وكمان احنا المفروض نكتب ايه ونعمل ايه في كل بحث من البحوث المختلفة. خليكم معايا، نروح بقى على الكمبيوتر نوضح الجزئية دي بالتفصيل، فخليكم معايا. ولسه بنكمل مع بعض الشرح بتاع ازاي نعمل البحث بتاعنا عن طريق استخدام الموبايل. طبعا دلوقتي لازم نعرف ايه هي الابحاث الموجودة نقدر نكتب فيها. بالنسبة للمرحلة الابتدائية، المواضيع هي السياحة، الصحة، الطاقة والماء. اما المرحلة الاعدادية فتحسين البيئة العلمية والتكنولوجية، او الزيادة السكانية والامن الغذائي، او البيئة. دي المواضيع اللي احنا ممكن نكتب فيها سواء كنا في المرحلة الابتدائية او المرحلة الاعدادية. وطبعا زي ما احنا عارفين ان ممكن طالب واحد هو اللي يكتب البحث، او مجموعة من الطلاب بحد اقصى 5 طلاب. طبعا اول حاجة لازم نهتم بيها هي عنوان البحث. عنوان البحث لازم يكون عنوان جذاب، لانه بيعكس طبعا اهمية الموضوع اللي انا قمت باختياره، وكمان الفهم بتاعي وحبي للموضوع ده. طبعا العنوان لازم يكون فيه الكلمات الاساسية للموضوع اللي انا اخترت ان انا هكتب فيه، والكلمات الاساسية دي. وممكن كمان يكون عنوان البحث في صيغة سؤال، يعني مثلا انا بستفهم مثلا ما اهمية السياحة، ما هي اهمية الطاقة، ما هي أهمية المياه، وهكذا. ممكن يكون في صيغة سؤال. ولازم كمان نستخدم كلمات واضحة ليها معنى وبتدل على الموضوع ده وأنا بكتب العنوان بتاع البحث. ومش عايزين ننسى يا أصحابي إن عشان خاطر المشروع يبقى مقبول والبحث بتاعنا يبقى شكله مقبول شكلا وموضوعا، يعني لازم يكون المشروع مكتوب بطريقة منظمة، ولازم نلتزم بعدد الكلمات المحددة الخاصة بكل مرحلة من المراحل الدراسية. ولازم كمان يكون المشروع او البحث بتاعنا بيتضمن كل المحاور، كل الاجزاء المطلوبة مننا. ولازم نخلي بالنا من القواعد النحوية والاملائية وعلامات الترقيم. وبالنسبة بقى للمعايير الخاصة بالابحاث المطلوبة مننا يا اصحابي، الصف الثالث الابتدائي، السياحة او الطاقة او الصحة او الماء، لازم يكون في المقدمة اللي هي الملخص يعني اللي بعد العنوان على طول من 20 ل 25 كلمة.
الكلمات بتاعت الموضوع كله من 200 ل 250 كلمة، وطبعا لازم يكون في كلمات باللغة الإنجليزية من 8 ل 10 كلمات، ممكن تكون معلومات من الكتاب بتاعنا أو عبارات مقصورة أو معلومات من بنك المعرفة إحنا جايبينها باللغة الإنجليزية، لكن لازم يكون في كلمات باللغة الإنجليزية من 8 ل 10 كلمات. الصف الرابع الابتدائي في نفس المواضيع من 40 ل 50 كلمة في المقدمة أو في الملخص. عدد كلمات الموضوع من 400 ل 500 كلمة. عدد الكلمات من اللغة الإنجليزية من 15 ل 30 كلمة. وزي ما احنا شايفين قدامنا يا أصحابي، الجدول ده بيوضح لنا عدد الكلمات الخاصة بالمقدمة اللي هي الملخص، وعدد كلمات الموضوع، وعدد الكلمات المطلوب مننا باللغة الإنجليزية في كل مرحلة عمرية حتى الصف الثالث الإعدادي. تقدروا طبعا ترجعوا له في أي وقت، وهو موجود قدامكم زي ما احنا شايفين قدامنا. طبعا تقدروا تبحثوا عن المعلومات الخاصة بالبحث بتاعكم عن طريق الإنترنت في بنك المعرفة المصري، وده طبعا كنز من الكنوز. تقدروا تبحثوا هنا في شريط البحث الخاص بالكلمات الأساسية، ويطلع قدامكم النتائج الخاصة بالموضوع اللي انتوا بتكتبوا فيه. وكمان تقدروا تحددوا المرحلة العمرية الخاصة بيكوا من الجنب هنا، تقدروا تحددوا انتوا عايزين المعلومات دي لحد سنة كام. واخر حاجة ما تنسوش ان انتوا تعملوا قائمة بالمراجع اللي انتوا جبتوا المعلومات منها. يعني مثلا لو انت جبت المعلومة من على موقع من على الانترنت، لازم تكتب اسم الكاتب او صاحب الموقع لو متاح، عنوان الصفحة لو متاح، اسم الشركة او المؤسسة صاحبة الموقع لو متاح، حتى لو تقدر تكتب عنوان الموقع لو تقدر تكتبه اكتبه عادي مفيش مشكلة. طبعا التاريخ اللي انت زرت فيه الموقع ده علشان خاطر يبقى المعلومة موثقة بشكل سليم، لان احنا طبعا يا اصحابي لازم نبقى عارفين ان الملكية الفكرية المعلومات الموجودة على الانترنت دي ليها اصحاب. لازم نبقى كاتبين احنا جبنا الكلام ده منين، ومين صاحب المعلومة او الصورة اللي احنا استخدمناها في البحث بتاعنا. تاني حاجة، لو انت جبت المعلومة دي من كتاب او مادة علمية مطبوعة، لازم تكتب اسم الكاتب، عنوان الكتاب، تاريخ النشر، الشركة المسؤولة عن النشر او دار النشر، رقم الصفحة او الصفحات اللي انت جبت منها المعلومات دي. كل ده مهم جدا، لازم تكتبه في القائمة الخاصة بالمراجع او المصادر اللي انت استخدمتها. ومش عايزين ننسى اصحابي ان احنا نقدر نعرف عدد الكلمات الخاصة بالبحث بتاعنا اللي احنا كتبناها في الوورد. هتلاقوها موجودة تحت في صفحة الوورد هنا جنب كلمة words، هتلاقيها موجودة عندك في البرنامج اللي احنا نزلناه على الموبايل، مكتوب جنبه عدد الكلمات اللي انت كتبتها لحد دلوقتي. فهتلاقي مثلا لو انت كاتب 12 كلمة هتلاقي 12، لو انت كاتب 20 هتلاقي 20، وهكذا لحد ما توصل للعدد اللي انت عايزه. واخر حاجة، ادي ملف الوورد قدامنا اهو زيه بالظبط زي اللي موجود على الموبايل. لما تيجي تحفظ الملف ده هتدوس سيف او هتدوس حفظ، يعني لو انت عامله باللغة العربية، فيقول لك انت عايز تحفظه على فين بالظبط. هتقول له مثلا في المكان الفلاني على الموبايل، في الذاكرة الداخلية او في الذاكرة الخارجية الخاصة بالتليفون بتاعك، هتختار المكان اللي انت هتحفظه فيه. وبعدين هنا تحت هتختار نوع الملف، سيف از تايب، تايب يعني نوع. عايز تخليه PDF هتختار PDF زي ما احنا شايفين قدامنا، عايز تخليه وورد زي ما هو هتخليه وورد زي ما هو. طبعا الافضل ان انت تخليه PDF، هي دي الصيغة الاسهل في النقل وفي المراجعة، ومحدش يعرف يعدل فيه بعد كده. فندوس PDF، هنختار PDF من القائمة دي، وهنختار سيف او حفظ زي ما احنا عارفين كلنا. وبعد ما تحفظ الملف ده تجهزه كملف وورد او PDF، وتجهزه للرفع على منصة ادمودو، او تسلمه للمدرسة على فلاشة او اسطوانة، او ترفعه على المنصة الخاصة بوزارة التربية والتعليم. المهم ان انت تبقى حافظه وتبقى عارف ان هو محفوظ بشكل سليم في صيغة PDF او في شكل ملف وورد زي ما اتفقنا من شوية. وملخص الخطوات اللي احنا عملناها في الفيديو بتاع النهاردة ده، الملخص اللي انا هقوله ده، لو عايز تجيب ورقة وقلم وتكتب ورايا تقدر تكتب ورايا دلوقتي. اول حاجة هنختار البحث المطلوب، تاني حاجة هنكتبه في ورقة عادي خالص، وبعدين نقدر ننقله على الموبايل زي ما اتفقنا من شوية. هنشوف نموذج من النماذج اللي ممكن تكون الوزارة نزلتها، نكتب زيها بالظبط بترتيب الصفحات،
يعني مثلا الصفحة الأولى هنكتب عنوان الموضوع، الصفحة التانية أكواد الطلبة المشتركين في البحث أو كود الطالب العمل البحث. وما تنسوش البحث بيتعمل بكود الطالب مش باسمه، فانت لازم تكتب الكود بتاعك في البحث بتاعك. لما نخلص خالص ونرتب الورق بتاعنا هنكتبه على الموبايل او على الكمبيوتر على برنامج وورد زي ما شفنا من شوية. وعلى فكرة المهم جدا ان انت تكتبه بره قبل ما تكتبه على برنامج الوورد علشان خاطر تقدر تراجع عليه مرة تانية. في حالة لو انت هتقدمه للمدرسة تبقى تاخد اللي كتبته على فلاشة او سي دي وتوديه للمدرسة، لان المدرسة مش هتاخد ورق. اما لو انت هترفعه على موقع المنصة على طول فلازم تحول الصفح بتاعته لبي دي اف وترفعها على موقع المنصة بكود الطالب، وده هيبقى اسهل بالنسبة لك كتير علشان خاطر هيوفر عليك وقت ومجهود كبير. وبكده نكون لخصنا كل الخطوات الخاصة بعمل البحث وازاي نكتبه ونحفظه كمان، دي الخلاصة. وفي الختام اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم، ياريت تشاركوا المعلومة مع زمايلكم على الواتساب وعلى الفيسبوك علشان الكل يستفيد. وفي الختام اتمنى النجاح ليكم كلكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.